بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك، حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك لنا مسالك أهل الجذب. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، قو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. وفقنا يا ربي وذريتنا وأحبابنا ووالدينا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين، لأجل حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا تسيء في أمته. اللهم كما جعلتنا من أمة حبيبك المصطفى المؤمنين به المستجيبين إليه دون أن نسألك ذلك يا رب العالمين بمحض فضلك وكرمك، فأتم علينا نعمة ذلك، واقبضنا إليك على أكمل حال يا رب العالمين، غير خزايا ولا مفتونين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع بشرح ابن قاسم الغزي. شيخ إبراهيم البيجوري كان شيخ الأزهر، كان شيخ الأزهر سنة يمكن حوالي 1260 حاجة وستين هجرية كده، 1260 حاجة وستين هجرية، احنا دلوقتي 1429، يعني قرب ال 170 سنة، 180 سنة بين أبويا. يعني هو ولد 1198 هجرية، تولى مشيخة الأزهر 1200 حاجة وستين، 62، ومات سنة 1277 تقريبا، عنده 79 سنة، مات عنده 79 سنة هجرية. كان شيخ الأزهر منسوب لبلده الباجور، منوفية، من أعمال المنوفية اللي منها الشاذلي دلوقتي، هو الشاذلي كمال الشاذلي جنب الباجور برضه، قريبه يمكن. فالشيخ إبراهيم البيجوري أو الباجوري، ساعات يقول البيجوري أو الباجوري، كان من علماء الأزهر الكبار رضي الله عنه وأرضاه، وله مؤلفات عديدة، فتلاقي ليه حواشي كثيرة مكررة حتى على طلبة الأزهر إلى يومنا هذا. تلاقي مثلا ايه حاشية الشيخ الباجوري على اللقاني على جوهرة التوحيد، تلاقيها مقررة الشيخ الباجوري، وشارح البردة وشارح وحاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي كانت مكررة على طلبة مذهب الشافعي في الأزهر، وإلى الآن هي عليها يعني العمل وعليها الفتوى، لأن هي بتبين متأخري الشافعية ما كانوا عليه. فجزاه الله عنا خير وعن المسلمين أجمعين. وقفنا في أواخر زكاة الفطر، نقرأ ما في الهامش ثم نكمل. يقول: فصل. وتجب زكاة الفطر، ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة، بثلاثة أشياء: الإسلام، فلا فطر على كافر أصلي إلا في رقيقه وقريبه المسلمين، وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. ده على إيه؟ على المخرج، على المخرج. الوجوب ده شروط على المخرج، والمخرج عنه لازم يبقى ايه؟ يبقى حر كمان. المخرج، المخرج ده شروط على المخرج عنه، ونزود على المخرج الحرية بقى، نزود عليهم الحرية، ده للمخرج اللي هيخرج. انما المخرج عنه لازم تتوفر فيه الثلاث شروط دي. يبقى اول حاجة يكون مسلم، لازم مسلم، فلا فطر على كافر اصلي الا في رقيقه وقريبه المسلمين، ودي شرحناها الجلسة الماضية. والشرط الثاني: وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، يعني لازم يحضر لحظة في رمضان ولحظة في العيد عشان تجب عليه، يعني يبقى عايش في مع غروب الشمس وتستمر الحياة في مستقرة إلى غروب الشمس كاملة، يعني دخلنا في ليلة العيد ومات بعد كده نطلع عليه زكاة الفطرة برضه، لأنه حضر جزء لحظة من العيد. فلو ولد قبل الغروب بلحظة وقعد دخل العناية المركزة ولا الحضانة وعلى العشاء، قالوا لك ده مات الجنين العيل الصغير، يبقى وجبت إخراج زكاة الفطرة لأنه عاش فترة
ايه اللي هي شملت جزء من رمضان وجزء من العيد. لكن لو ولد بعد غروب الشمس لا زكاة فطر عليه، ولو مات قبل غروب الشمس فلا زكاة، غروب شمس آخر يوم فلا زكاة فطر عليه. يبقى الشرط الثاني غروب شمس آخر يوم من رمضان تغرب عليه وهو في حياة مستقرة، وحينئذ فتخرج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده. والشرط الثالث بقى ووجود الفضل، وهو يسار الشخص بما يفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، أي يوم العيد وكذا ليلته أيضا. ويزكي الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين، فلا يلزم المسلم فطرة عبد وقريب وزوجة كفار. يعني متجوز واحدة مسيحية، متجوز يهودية، على مذهب من يجيز من علماء المسلمين الآن، لأن احنا عندنا مذهب وهو قوي وننصح به، فإنه لا يجوز الزواج بالمسيحية واليهودية بتوع اليومين دول لاختلاط الأنساب، ولأنهم قد يكونوا دخلوا في الدين بعد ظهور النبي، فمن دخل في الدين بعد ظهور النبي ليس له حكم أهل الكتاب اللي يحل زواج نسائه بعد إيه؟ بعد ظهور النبي. يعني الأحكام دي إننا نتجوز نسائهم يعني بشرط يبقوا دول جايين من ذرية أجداد كانوا على الديانة دي قبل بعثة النبي. والأمر ده بقى صعب الوقت، صعب إنك أنت تتحققه الآن، لأن اختلطت الأنساب وناس كتير دخلوا في المسيحية بعد إيه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوالدوا وتوارثوا بعد ذلك، فصاروا دخلوا في دين إيه باطل من الأصل. لكن اللي كانوا على الدين ده قبل النبي ما كانش باطل قبل بعثة النبي، كان دين محترم. زي ورقة بن نوفل مثلا، مات على دين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد النبي أنه هو يؤمن به لما يجهر بدعوته، فمات يعني ومن أهل الجنة، فما فيهاش حاجة. على أي حال، فلو متزوج على مذهب الأحناف واحدة مسيحية ولا يهودية، الأحناف يجيزون ذلك، لأن يقول لك حتى لو دخلوا في الدين بعد ذلك فمن يتولهم منهم فإنه منهم، ومن يتوله ويتولهم منكم فإنه منهم. يبقى الولاء هنا بالاتباع الديانة بتاعتهم، يبقى يصبح حكمهم. يبقى على مذهب الأحناف يجيز الزواج باليهودية والمسيحية إلى يوم القيامة. خد بالك ده مذهب الأحناف. فلو تزوج امرأة يهودية أو مسيحية كويس، يبقى ما يطلعش زكاة فطرة عليها، وإن كان يجب النفقة عليها لأنها زوجة. وكذلك إيه لو كان عنده عبد أو أمة غير مسلم أو قريب كافر، كأن يكون هو الذي أسلم ولكن ما زال أبيه على الكفر وهو ينفق على أبيه أو أمه أو على أولاده وما زالوا على الكفر وهو مسلم، يبقى لا يخرج زكاة فطرة عنهم قريبه الكافر. وإن وجبت نفقتهم، وإذا وجبت الفطرة على الشخص فيخرج صاعا من قوت بلده إن كان بلديا، يعني مقيم في بلد، مش في إيه، مش زي الرحل ملوش مستقر. إن كان بلديا يعني يقيم في بلدة، أو يسموها قرويا يعني مستقر في قرية، والقرية من القر وهو الاستقرار، يعني في مكان مستقر معمور يعني. فإن كان في البلد أقوات، طب افرض البلد اللي عايش فيها فيها أقوات كتير، غلب بعضها وجب الإخراج منه، لو غلب إيه بعضها يخرج من الغالب. يعني لو كان قاعد في الصين هيخرج رز، هناك في الصين غاويين رز، يبقى القوت بتاعهم رز، ما يروحش بقى في الصين يطلع لي طمط، هيقول لك نعمل بيه ايه ده؟ بناكله مخلل ده ولا بناكله ايه؟ مش متعودين عليه. ولو كان في اوغندا ممكن يطلع بعض انواع الموز، عندهم الموز يعملوا عيش في اوغندا. وفي عندهم الموز انواع، موز يتخلل وموز يتعمل بالحادق وموز يتطبخ وموز يتعمل مربى وموز تحل بيه. فتقعد هناك تتعزم عند واحد يعزمك على كل موز، حادق وحلو والعيش نفسه. انا يعني عندهم كده بلدهم كده. عندهم الموز زراعة كتيرة وأنواع كتيرة، فوظفوه بقى، وظفوه في كل حاجة، فيبقى عندهم القوت ده العيش بتاعهم موز خلاص، بس مش زي الموز اللي انت بتشوفه ده، أنواع كتيرة بقى. فيبقى ايه، نشوف البلد دي هيطلع منها القوت بتاعها ايه، يطلع من الصاع من قوت البلد، عشان هتديه للفقير بتاع البلد لازم يكون مستسيغه ياكله، حتى هتديه له قوت هو مش متعود عليه، هيعمل بيه مش هيرضى ياكله. وجب الإخراج منه. ولو كان الشخص في بادية لا قوت فيها، يعني عاش في الصحاري كده بين البلدان زي الرحل، يعمل إيه؟
اخرج من قوت اقرب البلاد اليه. نشوف اقرب بلد ليه ايه ونشوف القوت بتاعها ايه ويخرج منه. ومن لم يوسر بصاع، طب افرض هو ما عندوش امكانيه يطلع صاع كامل عن نفسه او عن اولاده، بل ببعض، لكن يقدر يطلع نصف صاع او ربع صاع او ثلاث ارباع صاع، يبقى لزمه ذلك البعض، لزمه ذلك البعض. لان احنا عندنا قاعده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ايه ما استطعتم، فاتوا منه ما استطعتم. وقالوا العلماء، قالوا ما لا يدرك كله لا يترك كله، بناء على كلام النبي ده عملوها قاعده بقى كده، قال لك ما لا يدرك كله لا ايه لا يترك كله صلى الله عليه وسلم. كل القواعد اصلا مستقاه من كلام النبي، لانه الذي فجر العلوم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في امه جاهله لا تقرا ولا تكتب وليس لديها اي علم، فجر فيها كل انواع العلوم كلها، فنشا عندهم علم الرياضه والجبر والحساب عشان علم المواريث، وانشا فيهم بقى علوم كثيره منها قواعد اللغه وكيف يفهمون كلام الله، وقواعد البلاغه والنحو والعربيه والنطق ومخارج الحروف والنغم، حتى النغم اتعلموه من طريقه تلاوه القران، لان القران نفسه فيه نغم خفي، فعلمهم فجر فيهم كل العلوم صلى الله عليه وسلم. وقدره، قدر الصاع ايه؟ اي الصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي. وسبق بيان الرطل العراقي في نصاب الزروع. احنا قلنا باللغه بتاعتنا دلوقتي حوالي 2.5 كيلو ل 3 كيلو، يبقى العلماء بيتفاوتوا طريقه حسابهم من 2، هو يعني بالظبط 2.5 كيلو بالظبط يعني تقريبا. فالعلماء يقول لك بدل ما يقول للناس 2.5 كيلو خليها 3 كيلو، يلا لمصلحه الفقير يطلع 3 كيلو خلاص. عشان كده قلت لك تتفاوت بعض المشايخ والعلماء في زكاة الفطر، واحد يقول لك طلع 5 جنيه والتاني يقول لك طلع 10 جنيه، لان التاني عملها لك 2.5 كيلو وده عملها لك 3 كيلو، وده حسبها لك بالرز والتاني حسبها لك بالقمح والتالت حسبها لك بالفول المدمس اللي هو بيدمس، يعني مش مدمس تدوله مدمس، يعني تدوله هو يدمسه عشان يعرف يخزنه عنده، يعني كل واحد هيحسبها، وبعضهم يحسبها بالزبيب وبعضهم يحسبها بالتمر وهكذا، فتتفاوت القيمة. كنا وقفنا على قوله في الحشية، قوله ويزكي الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. بخلاف من لا تلزمه نفقته، ده كلام الشيخ البيجوري بيعلق بقى على الكلام ده. بيقول بخلاف من لا تلزمه نفقته فلا يزكي عنه. نعم، للأصل أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني، لأنه يستقل بتمليكه بخلاف غير موليه كولده. نعم، للأصل أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني، لأنه يستقل بتمليكه بخلاف غير موليه كولده الرشيد وكالأجنبي. فلا لو كان هو ولي أمر غني، يعني طفل مات أبيه وترك له أموال طائلة، فهذا الطفل ده الصغير ده ولد عنده أموال كثيرة غني، عمه مسؤول عنه واصي عليه هو اللي بينفق عليه، يبقى في الحالة دي هيطلع العم يطلع من مال الصبي ده زكاة فطرة إيه؟ هذا الطفل، لأن ده وليه موليه. أو إذا كانت الوصية عليه أمه، دلوقتي المجلس الحسبي بيخلي ساعات الأم وصية على أبنائها القصر، يبقى ساعتها هتطلع من مال اولادها القصر زكاة الفطر، تقدم في المجلس الحسبي في رمضان انها عايزه يصرفوا لها مبلغ زكاة الفطر على العيال، لان كل حاجه لازم عن طريق المجلس الحسبي، علشان في بعض الامهات بتسيء استخدام مال الايتام، فعملوا مجلس حسبي يراقب الحكايه دي، بدل ما يجي بعض الاولياء يسيطروا على اموال الاطفال الصغيرين بحيث على ما يكبر ما يلاقيش عنده مال يكون نفذ. موجود في مصر طبعا. حسبي. الحسبة جاية من الحسبة. ده انا كان جدي ابو امي كان شغال في المجلس الحسبي. كان شغال طول النهار مع الايتام دول وماله. موجود. يبقى ايه احنا قلنا كده؟ فلا ان يخرج، للاصل ان يخرج من ماله زكاة موليه الغني، لانه يستقل بتمليكه بخلاف غير موليه. طب ابنه الولد ده بقى رشيد. فاستلم ماله، يبقى الولد يطلع بقى. أو لو فضل بقى رشيد يستأذنه. يستأذنه يقول له هخرج مالك، افرض هو ما زال
ايه مسؤول، هو بقى وصل للرشد لكن شاف ان عمه ده ماسك ماله بيتاجر له فيه كويس، وانه بالرغم انه بلغ الرشد الا انه قال للعم خلي يا عم المال معاك وانت برضه تاجر لي فيه، انا ما عنديش خبره في السوق. فيبقى في الحاله دي باذنه بقى، لكن قبل ما يبلغ الرشد العم يطلع من غير اذن العيل الصغير، واخد بالك؟ وكالاجنبي فلا يجوز اخراجها عنه الا باذنه. تمام، واحد اجنبي برضو عنه لكن عامل له توكيل زي محامي، انت عامل توكيل لمحامي وقاعد بره، وبعدين المحامي يقدر ايه يطلع من مالك، فبيقوم بايه ببعض ايه الحاجات المطلوبه منك في البلد اللي انت قاعد فيه اللي انت مش قاعد فيها من املاكك، يدفع ضرائب الاراضي العقاريه ويقوم بيها وعامل له انت توكيل، فبرضه هنا تأذن له او يستأذنك هذا المحامي عند في رمضان يقول لك اخرج لك زكاة الفطر، تقول له اخرج كويس، او انت تأمره بذلك تقول له ما تنساش في كل رمضان تطلع زكاة الفطر عني. ليه؟ لان ربما تكون انت قاعد في بلد غير مسلمة وزكاة الفطر بتخرج للفقير المسلم، مش كده برضو؟ فيبقى الاحسن تعمل كده. وقول من المسلمين هو شرط في المخرج عنهم مش في المخرج، المخرج اللي هيخرج المال ده مش شرط، ممكن يبقى كافي ويطلع عن اللي ايه عن المسؤول عن النفقة عليهم. زي ما قلت لك برضو لو واحد بينفق على ابنائه وابنائه دول صاروا مسلمين وهو كافر وما زال ينفق عليهم، يبقى واجب على الحاكم المسلم ياخد منه زكاة الايه اولاد المسلمين دول، لانه هو واجب عليه النفقة عليهم. فيبقى من المسلمين هو شرط في المخرج عنهم، فلا بد ان يكونوا مسلمين. ولو كان المخرج كافر، ولو كان المخرج مخرج الزكاة مش مخرج الرواية، بس دلوقتي يقول لك المخرج على طول الناس تفهم مخرج الرواية أو الفيلم يعني، لا هنا المخرج هنا اللي بيخرج الزكاة يعني من جيبه يعني من جيبه. ولو كان المخرج كافرا لما تقدم من أنها تجب على الكافر عن رقيقه وقريبه المسلمين، وأشار بذلك إلى ضابط من تلزم فطرته، وهو أن يقال كل من لزمته نفقته لزمته فطرته من المسلمين، لكن يستثنى من هذا الضابط، يعني دي قاعدة كده فيها استثناء بقى، نقول كل من لزمته نفقته من المسلمين يلزمه إخراج زكاة الفطرة عنهم، دي قاعدة اهي ليها استثناءات بقى، إلا في صور معينة يستثنى من هذا صور، ولكن استثنى من هذا الضابط مسائل منها بقى. منها ايه؟ العبد، العبد لا يلزمه فطرة زوجته حرة كانت او امة، وان وجبت عليه نفقتها في كسبه ونحوه، لانه ليس اهلا لفطرة نفسه فلا يكون اهلا لفطرة غيره. اول صورة العبد، انت عندك عبد واد كويس كده محترم فعجبك، قلت له والله لا اجوزك، انت واد عجبني وكبرت كده انا هجوزك علشان ولد صالح وكويس وامين وحافظ القران ومصلي وامين على مال سيدي، فهو حب يكافئه قال له انا هجوزك، راح مجوزه كويس، اصبح هذا العبد وهو بيكسب من يعني سيده مديله فرصه يشتغل وهو اهل مهنه عنده مهنه بيكسب، صحيح كسبه ده لسيده لكن سيده بيسمح له ان ياخد من كسبه جزء ينفقه على زوجته التي زوجه اياها. فيبقى في الحاله دي العبد ده يجب عليه النفقه على هذه الزوجه، ولا يجب اخراج الفطره عنها ولا عن نفسه، لأنه أصلا لا يخرج الفطرة عن نفسه، فيبقى من باب أولى لا يخرجها عن زوجته التي يجب النفقة عليها بمحض عقد الزواج، فهمت بقى؟ فدي أول صورة، خد بالك من الصور دي لأنها بتنشط ذهنك فتفهمك إزاي تفكر في الصور المختلفة. أيوه، ينفق على زوجته طبعا حرة أو أمة، واجب عليه ينفق عليها حرة أو أمة، يعني افرض إن سيده افتقر مش قادر يطعمه، سيده اللي هو يملكه بقى فقير مش عارف يطعمه، وهو كان ايام ما كان غني سيده ده كان مجوزه، فيعمل ايه بقى العبد ده؟ واجب عليه ينفق على زوجته مش كده؟ لانها زوجته مش في عقد زواج، يبقى واجب عليه ينفق عليه، لكن مش واجب عليه يخرج عنها الزكاه ولا عن نفسه، لانه اصلا لا يخرج عن نفسه، فيبقى من باب اولى لا يخرج عن غيره، فهمتني ازاي؟ لانه ملوش ذمه ماليه منفصلة وليس أهلا للتملك الحقيقي، لأن كل ما يملكه هو ملك سيده مش كده برضه؟ فهو ليس أهل تملك. ها؟ أيوه، أو يخرج عنه وعن الأمة الثانية اللي هي زوجته، لو كانت أمة السيد
او البنت دي اللي تزوجها امت راجل تاني سيد اخر، يبقى يخرج السيد ده عن الزوجة زوجته، والتاني يخرج عن هذا العبد اللي هو يملكه. ولو كانت حرة تخرج عن نفسها، ان كانت غنية هي تخرج عن نفسها لحريتها، واخد بالك؟ وان كانت الصورة دي نادرة، نادرة انا ما تلاقي حرة تقبل تتجوز يعني عبد. ممكن على اي حال لو كانت فقيرة خلاص، لكن مش شرط. المماليك حكموا مصر وكانوا اغنياء يعيشوا في القصور وهم عبيد، كانوا عايشين في القصور سنين طويلة ايام حكم المماليك. المماليك دول كلهم كانوا عبيد، اللي جايين من يوغوسلافيا واللي جايين مش عارف من جنوب اوروبا، كانوا عبيد جايبينهم رقيق وتربوا هنا على الفروسية وبقوا فرسان واصبحوا ماسكين مراتب قيادية في الجيش، وبعد كده تملكوا الحكم وصاروا هم اللي ماسكين حكم زمام البلد، وكانوا عبيد. وكان لما يتقدم لاي واحده حره تتجوزه لانه عايش في قصور هيفخفخ. وعشان كده حتى المصريين ما كانوش يعرفوا ابائهم مين، العيال المماليك دي هم حكام كبار اكابر يعني، وكانوا حفاظ قران وكانوا قوات جيوش وكانوا شجعان ويدافعوا عن البلد ويدافعوا عن البلد وعن الدين، وكانوا يئموا الناس في الصلاه ويخطبوا الجمع وكل ده، ويبنوا المساجد والتكايا، كانوا بيعملوا هم عبيد. فما كانوش يعرفوا ابائهم فيقولوا عليهم ولاد ناس المصريين. علشان ايه؟ يقول لك ده ابن ناس. ابن ناس يعني ايه؟ يعني ما نعرفش اهله. فصار عند المصريين كلمه ابن ناس يعني ابن حكام، طبقه حاكمه. كلمه ابن ناس تطلق على ايه؟ على الراجل اللي هو ايه، من الطبقه الحاكمه يعني، يعني ابن ناس كويسين يعني، واخد بالك؟ ولو معلوم النسب يعني، انتقلت بعد ذلك الى معنى اخر، لكن منشاها كان كده، ان احنا ما كناش نعرف ابائهم ولا امهات العيال دي بعد ما كبرت وبقوا قوات كبار ومحترمين كده. طب ابوه اسمه ايه ده؟ ما نعرفش. الظاهر بيبرس. ابن مين؟ ما نعرفش. يبقى ابوه اسمه ايه بيبرس ده؟ واخد بالك ازاي؟ قطر ولا قطز؟ كان ابوه مين وامه مين؟ ما نعرفش. وهكذا ابن ناس، لكنه كانوا قواد وصالحين ومحترمين، وكان منهم الفاسدين وكان منهم الصالح يعني، وهكذا. فيعني ممكن يبقى ايه، انا قصدي ان المملوك ده، العبد ده، ممكن يبقى الحره تقبل تتزوج بيه لانه في ظروف معينه بقى من الحكام فتقبل. شغال وزير، شغال قائد طابيه، كان والدك قائد طابيه؟ تبقى مش من مستواك. كانوا قوات طابيه وهكذا، ولواءات في الجيش وهكذا. فهمت بقى؟ يبقى القاعده اللي ذهنك دي قبل انها تتغير بتغير الزمان. وبعدين الوقت تدور على العبيد، ما بقاش في عبوديه خلاص بقى ولا ايماء، خلاص انحل الرق في بلاد المسلمين وكذلك في العالم كله، الا في بعض الصور الموجوده في امريكا وفي اوروبا على صوره ضيقه يعني. يبقى احنا هنا اول صوره المستثناه، العبد لا يلزمه فطره زوجته، حره كانت او امه، وان وجبت عليه نفقتها في كسبه ونحوه، لانه ليس اهلا لفطره نفسه فلا يكون اهلا لفطره غيره. ومنها الصوره الثانيه من الاستثناء، الابن لا يلزمه فطره زوجه ابيه او مستولدته، وان وجبت نفقتها على الابن لاعسار الاب. خد بالك، الابن ده ابوه كان متجوز واحده غير امه، كويس، بقت زوجه ابيه، ابوه اصبح معسرا، فيجب على هذا الابن ان ينفق على ابيه وعلى زوجة أبيه. مات أبيه، مات أبوه، يبقى ساعتها ينفق على زوجة أبيه، لكن لا يجب أن يخرج إيه زكاة الفطرة عنها مع وجوب النفقة عليه. واضح؟ لعسار أبيه أو لوفاته، دي صورة تانية برضه. أو مستولدته، يعني إيه مستولدته؟ يعني كانت أمه أما عند أبيه فحملت فأنجبته فصار ابن إيه؟ ابن اسمها ام ولد، او ابن مستولده، زي كل الخلفاء العباسيين كانوا كده، امهاتهم رقيق. كل الخلفاء العباسيين من اول هارون الرشيد والامين والمامون وكلهم، كل دول امهات ابناء اماء، واخد بالك؟ فيبقى دي مستولدته، يبقى واجب عليه ان ينفق على مستولدته اللي هي امه وكانت اما عند ابيه، ولا يجب ان يخرج عنها ايه الزكاة، زكاة الفطرة في الصورة دي. ليه؟ لإعصار الأبي، لو كان أعصر الأب. هي أمه، أمه بس هي ملك أبيه مستولدته، وأبوه أعصر،
أبوه صار معسرا، فيبقى يجب عليه أن ينفق على أبيه وعلى مستولدات أبيه بما فيهم أمه في وسطه، لكن ما يخرجش الزكاة عنهم لأن أبوه لسه حي. فهمتني؟ لكن أما أبوه يموت بقت خلاص بقى بقت في مسؤوليته، يخرج عنها. فهمت بقى؟ لكن طول ما أبوه عايش يبقى مستولدته لا يخرج الزكاة عنها لإعصار أبيه. واضح؟ يبقى هنا عايز يقول لك إن في صور إن النفقة تبقى واجبة وفي نفس الوقت مش واجب عليه إخراج زكاة الفطر. يعني مش ليس كل من يجب النفقة عليهم يبقى واجب إخراج زكاة الفطر، لا، ده في صور تلاقي النفقة واجبة وزكاة الفطرة غير واجبة، منها الصور. فهمتني؟ مستثنى من القاعدة. وإن وجبت نفقتهما على الابن لإعسار الأب، لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره فيتحملها عنه ابنه. يعني النفقة الأب واجب عليه ينفق على مستولداته وعلى زوجاته بالرغم إعساره، ولكن لا يجب على الأب عند إعساره إخراج زكاة الفطرة. فلما أعسر الأب وجب على الابن، انتقل الوجوب في النفقة على الابن الموسر ولا ينتقل عليه وجوب الفطرة لأنها لا تجب على الأب المعسر. فهمت بقى؟ فاختلفت المسألة. فليست لازمة له مع إعساره فلا يتحملها عنه ابنه. ومنها المثال الثالث، عبد المسجد المملوك له أو الموقوف عليه. المسجد ده احنا عايزين نجيب له واحد مسؤول عن النظافة بتاعه. زمان كان في سوق رقيق، يوم ييجوا أهل الحي يجتمعوا مع بعض وكل واحد يحط مبلغ يجمعوا ثمن عبد يروحوا يشتروه من السوق علشان يبقى مسؤول عن نظافة المسجد، فأصبح العبد ده ملك المسجد. فهمتني ازاي؟ مسؤول عن إن هو يخدم للمسجد، بحيث حتى لو اشتغل وأصبح واد كده كسيب وبيكسب يبقى مكسبه كله للمسجد. فهمتني ازاي؟ لأن أصبح ملكا للمسجد. زي ما تشتري عربية تاكسي وتشغلها ودخلها تنفق منه على المسجد. فهم؟ زي ما تأجر محل قدام الجامع والإيجار بتاعه تحطه في صندوق المسجد ينفق على المسجد. أو العبد ده عامل كده. عامل كده كأنك مأجر تاكسي ومشغله وبيجاب لك دخل، والدخل ده ينفق بيه على المسجد. فهمت؟ يبقى ده عبد، ده ملك إيه؟ المسجد. المسجد طبعًا مش واجب عليه، لا يجب عليه النفقة عليه، يبقى خلاص هيخرج منين؟ ما هو اصلا المسجد لا يملك لانه جدران ومكان. ومنها عبد المسجد المملوك له او الموقوف عليه فلا تجب فطرته على الناظر اللي هو ناظر الوقف او ناظر المسجد اللي هو مسؤول عن المسجد بقى الاشراف على المسجد كله، عنده عبيد بتخدم في المسجد، ما يخرجش من ايه؟ زكاة الفطرة عنه. واضح؟ ومنها عبد المسجد المملوك له او الموقوف عليه فلا تجب فطرته على الناظر. لا اتصلح، على ناظر الوقف، يعني ناظر الوقف اللي هو المسؤول عن العبد يعني. وان وجبت نفقته عليه، ولكن يجب على الناظر الوقف ده انه ينفق على العبد، يطعمه ويسقيه ويأويه ويكسيه ويغطيه وكل حاجته بقى، ده واجب عليه، لكن يجي بزكاة الفطرة مش واجب عليه يخرج. واضح؟ وكذلك العبد الموقوف على جهة أو معين كمدرسة ورباط، برضه نفس الحكاية، بدل ما وقفنا العبد ده على المسجد وقفناه على المدرسة أو على الرباط، كانوا يعملوا رباط كده يرابط فيه المتفرغين لطلب علم الدين، فيجيبوا لهم برضه عبيد يخدموهم، يغسلوا لهم هدومهم، يقدموا لهم الأكل، ينضفوا لهم المكان بتاعهم، يمسحوا لهم، يسموه ايه؟ موقوف على رباط. كويس؟ يبقى في الحالة دي برضو وكذلك العبد الموقوف على جهة او معين كمدرسة ورباط وزيد وعمر. يعني موقوف برضو انا اوقفته يخدم زيد وعمر عشان زيد وعمر له كانوا اصدقائي واصبحوا محتاجين حد يخدمهم، فروحت جبت لهم انا عبد هدية واوقفته، قلت له انت واقف عليهم تخدمهم بس، مالكش ما تعملش حاجة في الدنيا الا انك تخدمهم، دي شغلتك. ومن يبقى زيد وعمر بالرغم ان العبد اللي بيخدمهم الا انهم ما يطلعوش عنه زكاة الفطرة، وان كان يجب نفقتهم عليه. لان يعني بقى مين اللي هياكل الواد العبد ده؟ زيد وعمر. هيغدوه لما ياكلوا ويفطروه لما ياكلوا ويشتروا له هدوم لما يشتروا نفسهم هدوم.
ما هو بيخدمهم بقى، وطباخ السم يدوق هيطبخ لهم ويعمل لهم، يبقى هينفقوا عليه طعام وشراب ولبس وكسب، لكن مش واجب عليهم يخرجوا عنه زكاة الفطر. كويس؟ هو موقوف على على جهة معينة، فالوقف هنا مش تملك كامل، ده تملك منفعة مش تملك رقبة. الوقف غير الهبة، في هناك فرق بين الوقف والهبة. الوقف تملك منفعة والهبة تملك رقبة. فهمت؟ يوم سيده اللي يطلع عليه، وهو دول اللي ينفقوا على طعامه وشرابه. واضح؟ يبقى تختلف بقى هنا الصورة. ومنها المؤجر بالنفقة فلا تجب فطرته على المستأجر. انا بأجر العبد ده بتاعي يشتغل في بيوت الناس، استثمره بقى، يوم يروح يخدم في البيوت واخد 1000 جنيه في الشهر، واخد بالك؟ فالمستأجر اللي واخد العبد ده يخدم عنده في بيته يجب عليه انه يطعمه ويسقيه، لكن علي انا المؤجر ان انا اخرج زكاة الفطرة عنه، بالرغم ان وجود النفقة على المستأجر، لكن لا يجب عليه زكاة الفطرة، لان المستأجر لا يملك رقبته. واضح؟ وان كان واجب عليه النفقة. فهمت بقى؟ كل دي صور بيبين لك ان ازاي النفقة تبقى واجبة في جهة وزكاة الفطرة لا تجب في جهة اخرى. فهمت الامثلة دي؟ الامثلة دي بيحبوا طبعا يكتبوها في الكتب الكبيرة، علشان كمان في امتحانات الشفوي لما يحب يعرف ان اللي قدامه ده تلميذ عنده يعني ملكة فقهية يسأله في الحاجات دي. يسأله مثلا في زكاة الفطرة، تقول له على من تجب، تقول يجب عليه وعلى من تجب عليه النفقة، يقول له هل هناك استثناء في هذه القاعدة؟ يقول له نعم في كذا وكذا وكذا وكذا، يقوم ينبسط منه استاذ، يعرف ان هو ايه دارس وفاهم. وان كان طبعا امتحانات الشفوي بتاع اليومين دول في الازهر يعني مهلهلة الى اقصى درجة. انا فاكر امتحان الليسانس في القرآن الكريم كانوا يدخلونا ثلاثة مع بعض، ثلاثة مع بعض يمتحنونا قرآن شفوي. فالاستاذ الحمد لله انا ربنا كرمني ما براجعش القران قبل الامتحان، يسالني في اي حته اقول وربنا سهل، لان انا ماشي طول السنه قاعد براجع في قراني، مش تفرقش معايا الحكايه دي. فلكن طلبه الازهر بيهملوا كثير منهم، يعني يهمل القران طول السنه ويجي قبل الامتحان طبعا مزنوق عايز بقى يراجع 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 يراجع، يوم يخش الايات في بعضها ايات متشابهه، فيجي يدخل الامتحان مخه ده موشوش. فقام الشيخ الدكتور بيمتحن، انت كنت انا داخل بقى من الناس اللي سنهم كبير بيدرسوا سنهم كبير، يعني انا في سن المدرس اللي بيمتحنني، واخد بالك؟ وبعدين الطلبه التانيين طلبه بقى صغيرين في سن اولادنا بقى اللي هم ايه ثانوي ازهري ودخل الجامعه، فيجي يقول له يبتدي بيه، يلاقي ان انا عجوز كده يخليني انا في الاخر، يلا يا ابني قول حافظ ايه، شوف بقى هو بحنين عليه ازاي، انت حافظ ايه ومراجع ايه قول لي وانا اسالك في اللي انت مراجعه، في بعد كده كلام؟ يقوم الواد يقول له ايه اللي تختاره يا بيه، يا ابني قول لي بس انا مش عايزك تغلط، انا عايز انجحك، يعني بتحايل عليه عايز يبوس ايده عشان ينجحك، مش عايز يساله حته يقوم يغلط يقوم ايه يضطر يسقط، وهو مش عايز يسقط، هو عايز ينجحه ليسانس بقى وعايز يخرجه. الواد مصمم مش عايز يقول له حاجه، قال له طب يلا اقرا ياسين، في سهله ياسين بقى ده الفاقي قاعد في الواد يقول بسم الله الرحمن الرحيم ياسين، يا ابني كمل وقفت معاه مش طارت من مخه، يقول له يا ابني ده الفقي على التربه هناك حافظها مفيش فايده، يقوم يقول لي كمل انت، اروح انا مكمل شويه، مشيت معاه بقى يا ابني كمل، يجي يقول ايه يروح واقف تاني، حد بيزقه وبالرغم من كده ينجحه برضه. فاصبح امتحانات الشفوي دلوقتي يعني بقت ايه بتطلع ناس جهله ومش حافظين، واخد بالك؟ لان هو يقول لك ايه الاستاذ يقول لك اصل انا عايز بقى اخليه يتخرج، يمكن اسرته فقيره ومستنيه يتخرج يتوظف يصرف عليهم، هو بيعتبرها ثواب، بس هذا الثواب داخل فيه ايه؟ المشكله الثانيه انك انت هتخرج ناس جهله تؤم الناس في المساجد وهم بغير علم، واخد بالك؟ زي ما كان بعض المدرسين اللغه العربيه المحترمين بتوع زمان بعد ما اتحل على المعاش قاعد كده في صلاه الجمعه، فتلميذ من تلامذته زمان اتخرج بقى من كليه اصول الدين وبقى مسؤول عن المسجد واقف يخطب الجمعه، وده كان استاذ اللغه العربيه بتاعه من زمان قاعد مع المصلين، قام الواد واقف كده يقول ظهر الفساد في البر والبحر،
هل هو فوق المنبر يا ابن الكلب؟ انزل. يعني طب قول في البر وقولوا البحر وقف سكن تسلم سكن تسلم، مش عارف يسكن. فادي المشكله، انك انت تلاقي واحد بعد كده واقف بيلحن ومش عارف يقول كلمتين على بعض وبتاع، يقوم يخلي الناس تطفش من الدين. ادي المشكله، دي مشكله ثانيه. فلازم تتوزن الحكايه، ان امتى ان انا اديله النفقه بتاعته لكن ما اديلوش الاجازه الا لما يبقى قدها. يعني في لازم النفقه مطلوب اننا ننفق على الفقراء وننفق على الاسر الفقيره من بيت مال المسلمين من الزكاه، لكن ما يبقاش الشهاده صدقه بتصدق بيه بالشهاده وهو مش قدها علشان يتوظف وظيفه هو برده مش قدها، اذا وسد الامر الغير يعني فانتظر الساعه. فاصبح بقت مشكله كبيره يعني بنعاني منها، لان ما بقيش في مكان ينفق على فقراء المسلمين اصلا الوقت، فالناس ضاعت، الفقير ضاع. فربنا يخرجنا من الازمه دي. لكن على اي حال الصور دي بتبقى مفيده في امتحانات الشفا، وايام كان زمان اما بيقيم العالم مش بيدي الشهاده صدقه، يقول له انا اشوف يا ابني هديك الشهاده دي وهنجحك لله. طب وده يرضي ربنا في عموله الدين؟ طب ينفع في الطب برضه تعمل كده وبعدين ينطلق بعد كده يقعد يعالج الناس غلط؟ بيعملوا كده والله في القصر العيني وفي الازهر وفي كليات كتير ساعات، في الامتحان البكالوريوس يبقى الطالب مش مذاكر في كليه الطب، يقول له يلا يا ابني هنجحك لله عشان اهلك يفرحوا بيك، لكن انت عندي ما تسوي، ما تبقاش تمرجي، ما تنفعش تشتغل تمرجي، وينجح. حرام بقى الحاجات دي، بقت مشكله على اي حال. درجه كان السيد احمد الصديق الغماري كان يقول الشهاده في هذا العصر علامه الجهل، علامه من علامات الجهل وليست علامه من علامات العلم الشهاده. لكن العلم انك انت تاخذه على المشايخ وتقرا كل كلمه وتبقى فاهم ومدرك الواقع بتاعك ومدرك اللغه العربيه كويس وتبقى عالم، بقى تبقى حاجه ثانيه، ليه سكه ثانيه غير سكه الشهادات. لكن على اي حال الصور دي كانوا زمان بيحبوا يسالوا فيها طلبه الازهر زمان من حوالي 100 سنه ولا حاجه، انما الوقت بخلاص حتى اللي بيمتحنوا يمكن ما يعرفهاش، لان هو اتخرج بنفس الصوره الضعيفه دي وبقى معيد وبقى استاذ بعد كده وهكذا. فربنا يعني يجبر كسر المسلمين. وعلى شكرا بيقول لك ايه، ومنها المؤجر بالنفقة، فلا تجب فطرته على المستأجر وإن وجبت عليه نفقته، لكن تجب على نفس الأجير إن كان حرا وموسرا، وعلى سيده إن كان رقيقا. نعم المستأجر لخدمة الزوجة بالنفقة له حكمها. انت الوقت عليك بتنفق على الزوجة، يعني القاضي حكم عليك بايه؟ بنفقة واجبة على الزوجة، كويس؟ في فترة عدتها مثلا او في فترة حملها اللي هي حتى تبين منك، فيجب عليك انك انت تنفق عليها حتى تضع حملها وتبقى مطلقة، بس واجب عليك. طيب الزوجة دي انت جايبها من بيت عز، اصلا مخدومة في بيت اهلها، يوم يجي القاضي لما يعرف ان الزوجة دي من بيت عز ومخدومة مش بتخدم، يقوم يجب على الزوج انه يديها اجر خادم كمان، يأجر لها خادم يخدمها، لان هي اصلا ما تعرفش تخدم نفسها، هو متجوزها من اسره كده، الستات مخدومين ما بيخدموش نفسه، عندها طباخ وعندها سفرجي وعندها غساله وعندها مش عارف كل حاجه، دي تصحى الصبح كده ايه تتسرح وتقرا قران تقرا الجورنال وتقعد كده ما تعملش حاجه، هي بيتها كده متربيين على كده. اتجوزت من دول ليه؟ انت مسؤول. جيت بعد كده طلقتها، واجب تجيب لها خدام باجرته تاجره لها كمان. شفت الشرع بيراعي ازاي اختلاف نفوس الناس، لان في نفوس ما تستقيمش الا بالحاله دي. لو قلت لها اخدمي نفسك يمكن ما تعرفش تصلي، وينقلب حالها وتتقلب حياتها كلها، ما تعرفش حتى تقول الحمد لله ولا تعبد ربها، لان غيرت بقى اسلوب حياتها. فهمت؟ فيبقى في الحاله دي واجب، لدرجه ان الشافعيه قالوا ولو كانت تشرب الدخان وجب علي ان يعطيها اجر الدخان. قايلينها في الحواشي. ها؟ لا، قال لك حتى ولو كان مكروها، فهو متزوجها ويعلم انها تشرب الدخان، فيبقى وجب علي ان يعطيها هذه النفقه. شوف يجيب لها كمان علبه السجاير. شغل يعني حاجه غريبه، لما تشوف احكام الشرع قد ايه ربنا رفيق بعباده ولطيف بيه. ما تفتكرش ان الحاجات دي يعني احكام
فيها نوع من الإذلال للي بينفق، لا ده فيها رحمة للي بينفق عليه. وكمان فيها الواحد لما يجي يتجوز، يتجوز واحدة بالوسط بتاعه عشان ما يبقاش عنده المشكلة دي بقى والأزمة دي. يعني تختار الوسط الاجتماعي اللي يناسبك، لما تتجوزها انت من وسط بيخدموا نفسهم خلاص مفيش مشكلة، يوم ما هتطلقها هتديها يا دوب 100 جنيه في الشهر هتنبسط قوي، هتاكل بيهم كل يوم عيش وجبنة ولا عيش وحلاوة او عيش حاف، هي اصلا متربية على عيش الحاف خلاص سهلة تمشي. انما التانية لا، ده بتاكل كل يوم بقى لحمة ومارون جلاسي وفاكهة وعايزة خدام وناس يهولها، وبعد الظهر لازم حتة جاتوه وبالليل لازم مش شغلانة بقى تانية، انت اللي جبته لنفسك، انا اللي جبت ده كله لنفسي، فهمت بقى؟ فهنا بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك نعم المستأجر لخدمة الزوجة بالنفقة، بوجوب النفقة عليها يعني، له حكمها فتجب فطرته مثلها. يبقى واجب عليك انك انت تنفق على الزوجة وتطلع زكاة الفطرة عنها، وتنفق على الخادم بتاعها وتطلع زكاة الفطرة عنه. شفت قد ايه؟ بس. وفي ابواب الحج يقول لك من كان الاستطاعة، اذا كان لا يستطيع ان يحج الا بخادم يحمل متاعه، يعني هو اصلا متربي باشا رفش يشيل الشنطة بتاعه، طول النهار يا ولد شيل الشنطة، يا ولد حط الشنطة كده بيه بقى ساعة البيت كبير هيحج، يقول لك لا يجب عليه الحج الا ان يكون عنده اجرته واجرة خادمه، لانه ما تقدرش تكلفه فوق طاقته وتقول له شيل شنطتك في الحج، هو اصلا ما بيشيلش شنطته في غير الحج. شفت قد ايه؟ يراعي بقى ايه الاحوال النفسية بتاع كل انسان، فهمت؟ كل دي رحمة الله بعباده، لان ربنا هو اللي خلق هذه النفوس وهو اللي يريد الا يفتنها، فدي كلها رحمة. ايوه إذا كان عبد يبقى عليك النفقة، إذا كانش عبد جايبه من مكتب مستخدمين بيجيب خدام للبيوت يبقى هتديله، هتنفق عليه فترة الخدمة لو كان ليل نهار، لو بيقعد معاه ليل نهار. لو بيقعد بالنهار بس يبقى لا يجب إخراج زكاة الفطرة عليه عنه زي ما قلنا، أو بيقعد بالليل بس يبقى لا يجب زكاة الفطرة عليه، لأن زكاة الفطرة على من جاء عنه جزء من النهار مع جزء من الليل، مش كده برضه؟ لكن لو كان بيجي لها نهاري بس يخدمها ويمشي يروح بيته وهو مش عبد ملكك، ده انت جايبه من مكتب مستخدمين يبقى ما تتخرجش. لكن ده بيقعد مقيم في البيت عشان يخدمها ليل نهار ويخدم عيالها اللي هم عيالك انت منها، فهمتني ازاي؟ يعني في الحاله دي ما بياخد هو اجره، لكن من ضمن الاجره في الاتفاق انه طالما مقيم في البيت بيجب عليك انك تطعمه وتسقيه، يبقى طالما وجب عليك اطعامه وسقيه يبقى يدخل جواها ايه؟ زكاة الفطرة. فهمتني ازاي؟ معاه. فتجب فطرته مثلها. ومنها برضو كل دي امثلة الفقير العاجز عن الكسب، تلزم المسلم نفقته ولا يلزمه فطرته. مسلم عاجز خالص عن الكسب، جاله شلل جاله حاجة، وجب على اهل الحي بتاعه ان ينفقوا عليه يطعموه يسقوه ويعالجوه، لكن مش واجب عليهم يطلعوا عنه زكاة الفطر. ها؟ طب ما هنا بقى هنا هتبقى ايه؟ ما انا بيقول لك نعم، ده جايب لك هنا بيستثنيه من الصوره السابقه ان في مستاجر لا يجب الفطره عليه وفي مستاجر يجب الفطره عليه. المستاجر اللي يجب الفطره عليه واخد بالك ازاي؟ على مالكه اذا اداه لمستاجر، فالمستاجر اللي قاعد معاه هو اللي ماجره يطلع وسيده ما يطلعش. لكن امتى السيد يطلع؟ لو كان مستاجره ليخدم زوجته الواجب النفقه عليه يطلع عليه. فدي صوره متولده من صوره. فاهم؟ طيب نيجي هنا بقى. ومنها الفقير العاجز عن الكسب، تلزم المسلمين نفقته ولا يلزمهم فطرته. واضح؟ يعني بيت مال المسلمين لو بينفق على اسر فقيره يبقى هذا البيت المال واجب عليه انه ينفق عليهم اطعاما وشرابا وكسوه وعلاجا، ولا يجب عليه اخراج زكاه الفطره عنهم. فهمتني ازاي؟ واضح الحته دي؟ اذا كان في بيت مال او اذا كان في حي مترابط، فاهل الحي بينفقوا على العجزه من ايه؟ او اهل مهنه واحده، نقابه معينه، نقابه السواقين، نقابه الحلاقين، نقابه الاطباء،
نقابة المدرسين، أي واحد من أهل هذه النقابة اللي هو عضو فيها لما يصيبه عجز يمنعه من مزاولة مهنته، ففي صندوق رعاية العجزة من إيه؟ من النقابيين دول. الصندوق ده ينفق عليهم علاج وأكل وشرب، ولا يخرج من هذا الصندوق زكاة الفطرة عنه. فالقائم على الصندوق ده ما يطلعش زكاة الفطرة عن هذه الأسر، لكن يطلع منه النفقة. واضح الكلام؟ فالصور دي كلها تاخد بالك منها. ومنها غير ذلك، ومنها بقى صور لا تنتهي بقى، أنت بقى كل ما تتجدد الحياة ومواقفها قيس على ذلك بقى. وعلشان كده ساب لك الباب مفتوح، ادالك الأمثلة اللي تجعل ذهنك فقهي، تقدر انك انت تستنتج الحكم لما تتغير الظروف. وكل هذا مستثنى من المنطوق، من المنطوق اللي هو ايه؟ كل من يجب عليه نفقته وجب عليه اخراج زكاة الفطرة عنه. ده المنطوق، مستثنى من هذا المنطوق صور يجب النفقة ولا يجب اخراج زكاة الفطرة عنه. فهم؟ ده المنطوق. طب والمفهوم؟ كل من لا تجب عليه نفقته لا يجب عليه اخراج زكاة الفطرة عنه. ده المفهوم بقى. فهمت ازاي؟ طيب هل المفهوم ده ليه صور تستثنى؟ فهمتني ازاي ولا لا؟ علشان كده بيقول لك ويستثنى من المفهوم المكاتب كتابة فاسدة، فلا تلزم السيد نفقته وتلزمه فطرته لانه ما زال تحت ملكه. واضح؟ يعني عبد مكاتب كتابة فاسدة، طالما بقى مكاتب يعني بيشتري نفسه من سيده، يبقى في الحالة دي هذا العبد بيكسب، يبقى العبد ده يطلع زكاة الفطرة عن نفسه. طب الكتابة الفاسدة دي خلت ملكية السيد على العبد فيها نوع من المشاع، أصبح بتتنازعها ملكية العبد لنفسه ببعض نفسه الذي سدده، وملكيته لسيده بعجزه او على ان يبقى عليه ولو درهم. فهم؟ فاصبحت الملكيه متنازعه، فتسقط ايه؟ الوجوب النفقه عليه، يسقط وجود النفقه على هذا العبد، لكن يجب عليه فطرته لان ما زال يستطيع انه في اي لحظه انه يلغي هذا العقد الفاسد، او حتى ولو كان صحيح ويبيع العبد ده. فهم؟ فدي صوره لا تجب النفقة وتجب الفطرة، عكس عكس الصور الثانية. عايز يجيب لك صورة عكس الصور الثانية. ممكن يسألك الشيخ يقول لك طب وهل في صورة يبقى ليس واجبا عليه أن ينفق على إنسان ولكن واجب عليه إخراج زكاة الفطرة عنه؟ فهمتني إزاي؟ الصورة دي تقوم تجيب له الصورة دي، المكاتب كتابة فاسدة فلا تلزم السيد نفقته وتلزم فطرته. والصورة الثانية والأم المزوجة المسلمة لزوجها ليلا ونهارا مع كونه عبدا أو معسرا، فلا يلزم سيدها نفقتها ويلزمه فطرتها. أنا عندي أمة، جوزت الأمة دي، واخد بالك إزاي؟ لراجل ومسلمها له قاعدة معاه ليل نهار. ما في صور، ممكن أسلم له مراته دي يوم بعد يوم تبات معاه، ما أنا شرعت عليه كده، ما الأمة دي ملكي، لان انا محتاجها في بيتي، تخدم العيال، بتطبخ لهم، بتنظف الشقه، بتجيب الخضار، دي كده بس مش تغني عنها. لكن في نفس الوقت ايه؟ رحت مزوجها للراجل ده، فقلت له انا حديها لك يوم بعد يوم تبات معاك، وهو موافق خلاص، ما هو متجوز امه، واخد بالك، بمهر ضعيف، ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فالامه بتبقى مؤنتها ضعيفه، فيقدر اللي هو نفسه يتجوز وما عندوش نفقه او يتجوز امه ويمشي حاله. ذلك لمن خشي العنت منكم، اللي هو خايف يقع في الزنا. فهمتني ازاي؟ الصور دي طبعا مش موجوده في عصرنا، لكن كانت موجوده في الزمن الماضي يعني. فبيقول لك لو كان بيسلم بقى الامه دي لزوجها ليل نهار، قاعده معاه مقيمه على طول، يبقى في الحاله دي يلزم على هذا الزوج النفقه ويلزم على السيد زكاه الفطره. فهمت ازاي؟ يبقى هنا تسقط النفقة عنه لأنه مسلمها لزوجها ليل نهار، فوجبت النفقة على الزوج، ولكن يجب على السيد اللي هو الذي يملك رقبتها أن يخرج زكاة الفطرة عنه. فدي صورة تانية، واخد بالك بإيه؟ بالمفهوم. فهمت؟ كل الحاجات دي خد بالك، الصور دي كلها لما تقعد تفهمها بتربي فيك زي ما قلت لك الملكة الفقهية.
اللي بيها تعرف تفتي في ظروف مختلفة. لكن لما بقى طلبه الازهر دلوقتي ما بيدرسوش مثل هذه الصور، ياخد كده واحد اتنين تلاته ومذكرات، يجي يخرج يتسال سؤال كده غريب شويه في مساله من المسائل يبقى مش عارف يجاوب، لانه عقليته ما تربتش على ايه؟ على الصور الكتير. عقليته متربيه، حتى اللي بيدرسوا طب برضه نفس الحكايه، بيدرسوا الوقت العيال في المذكرات، ما يقراش بقى في التكست الكبير. يقول لك اعراض المرض ده واحد اتنين تلاته اربعه. طب ما احيانا المرض ده يجي مع امراض اخرى، يبقى الانسان عنده مرضين، فتلاقي الاعراض تختلف تخش في اعراض مرض تاني. طب ازاي تحل الاشكال ده والمريض قدامك؟ ده عايز بقى واحد قاري كويس وقاري كتب كبيره ومديه صور مختلفه، ويقول لك اعراض المرض كده، لكن بتبقى مختلفه لو كان عنده مرض اخر في الصوره الفلانيه، بتبقى مختلفه لو كان عنده مرضين تانيين، بتختلف لو كان سنه كذا ولو كان عمره كذا، وتختلف لو كان في الشتاء عن الصيف. شغلانه بقى كبيره. لا لا ده علم تاني بقى. لكن الطب دلوقتي ما بيتدرسش بالطريقه دي، بيتدرس مذكرات. يجي يتخرج العيال من دول بقى دكتور وقاعد في العياده قبله، يسال المريض مش عارف يحل الاشكال. بنشوف المناظر دي، ما احنا بنشوفها كل يوم للاسف. ليه مش عارف يحل الاشكال؟ وبعدين ايه؟ طبعا ومكسوف في نفس الوقت، يقول للمريض انا مش فاهم، يقوم يعمل ايه؟ يروح كاتب مضاد حيوي ومسكنات، مضاد حيوي ومسكنات. بقى ايه؟ صيدلي، ما بقاش طبيب، بقى صيدلاني. واخد بالك؟ ياما بنشوف روشتات عجيبه الشكل من اطباء. ليه؟ لانه ما درس الا بطريقه سطحيه وما قعدش بقى مع علماء في هذه المهنه يعلموا. كذلك في علوم الدين تلاقي نفس القصه. وتلاقي برضه في الهندسه نفس القصه، وفي المحاسبين نفس القصه، كل مهنه، والمحامين نفس القصه. وكل مهنه هي اصبح وسط ده الامر لغير اهلي. ليه؟ لان نظام التعليم بقى نظام تفريخي، مش نظام تعليم يطلع علماء. تفريخ بس، دفعه وهالدفعه عشان تحل الكراسي. ما لازم تفضي الكراسي دي عشان اللي جاي بعديها يقعد عليها. ده انت لو جيت تدقق وتسقط الناظر يتخانق معاك. طب ما انا الفصل ده عايز افضيه، لان هيطلع العيال دي على فصل لازم يلاقوا دكك يقعدوا عليه. تقوم تضطر تنجح وتفرخ، بقى تفريخ. فباظ التعليم وما بقاش في علم اصلا. وانتشر الجهل، وده من علامات القيامه، انتشار الجهل. والأمة المزوجة المسلمة لزوجها ليلا ونهارا مع كونه عبدا أو معسرا، فلا يلزم سيدها نفقتها ويلزمه فطرتها. كويس، خلصنا الصور دي، نخش فيها. قوله بقى فلا يلزم المسلم، تفريع على مفهوم قوله من المسلمين. فبيقول إيه؟ فلا يلزم المسلم فطرة عبد وقريب وزوجة كفار وإن وجبت نفقتهم. فلا يلزم تفريع على مفهوم قوله من المسلمين، وقوله كفار صفة للثلاثة قبله. شوف تفريع على المفهوم، لأن هو بيتكلم على المسلمين، يبقى المفهوم غير المسلم. كأن بالظبط أنت سمعت المنطوق حكم المسلم هعمل فيه كذا، فذهنك قال لك طب لو كان غير مسلم، فيبقى المفهوم هو دلالة اللفظ عند السكوت، والمنطوق دلالة اللفظ حال النطق. يبقى في حاجة اسمها دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. فاهم؟ دلالة المنطوق دلالة اللفظ حال النطق. زي ما تقول لي مثلا الكتاب ده بكام؟ اقول لك ب10 جنيهات. يبقى المنطوق يقول لك 10 جنيهات، والمفهوم انه مش 10 دولارات ولا 9 جنيه ولا 11 جنيه. واخد بالك ازاي؟ يعني هو من المنطوق قال لك 10 جنيهات تحدد النوع والقدر، ونفى بالمفهوم خلاف ذلك كله. فهمت ازاي؟ بالمفهوم بقى. حتى الناس اللي يقول لك انت ما عندكش مفهوميه، لما يلاقيك ايه يعني يقول لك مثلا انا عايز اشرب، يقول لك عايز اشرب، تقوم تقول له ما قدامك البحر، يقول لك يا اخي انت ما عندكش مفهوميه. اما اقول لك عايز اشرب معناه يعني هات لي كوبايه مليانه ميه صالحه للشرب. يبقى انا اما اقول لك عايز اشرب بالمفهوم بالمنطوق فهمت انك انت عطشان، وبالمفهوم فهمت ان انا احضر لك كوبا وان انا املاه ماء وان يكون الماء ده صالح للشرب، يكون عذب، واخد بالك، ويكون نقي وما يكونش فيه امراض، وبعدين اجيبه له عشان يشرب. كل ده فهمته منين؟ من كلمه عايز اشرب، بالمفهوميه. فهمت؟ ادي المعنى المفهوم، دلاله المفهوم. زي ما يقول لك ربك مثلا،
وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المنطوق بيقول لك اتوضأ، والمفهوم يقول لك ابحث عن الماء الصالح للطهارة. فهمت ازاي؟ إذا أردت أن تتوضأ، ما إن القرآن ما قالكش ابحث عن الماء، لكن أنا عرفت ازاي ابحث عن الماء. ضرورة الوضوء أن يكون عندي ماء، وضرورة أن يكون عندي ماء أن أبحث عنه، وضرورة أن أبحث عنه فإن وجدته يجب أن أضعه في إناء. وعشان كده يجيب لك أحكام الأواني في الطهارة، أحكام الآنية، لأنها وسيلة، الوسيلة وسيلة الطهارة الماء، ووسيلة الوسيلة الإناء. شفت ازاي الفقهاء بيفكروا ازاي؟ شفت طريقة الفقهاء عندهم عمق ازاي في التفكير؟ يقوم يجيب لك كل الحاجات دي كلها في أحكام الصلاة، وكل ده جاي منين؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فهمت بقى؟ زي ما أقول لك هات لي الشبشب من فوق السطح، معناه اطلع السلم او اركب الاسانسير وخد معاك مفتاح اوضه السطح. كل ده دخل فين؟ في الامر. فهمت ازاي؟ فيقول لك المقاصد تاخد حكم، الوسائل تاخد حكم المقاصد. يبقى لما اقول لك هات لي حاجه من فوق السطح، والامر هنا للوجوب لاني انا ابوك وبامرك، واخد بالك، يبقى واجب عليك تسمع كلامي، يبقى يجب عليك ان تحصل مفتاح حجره السطح، وتحصل ايه ما يصعدك على السطح من سلم كهربائي او سلم خشب او اي حاجه علشان تنفذ الامر. فعلشان كده يقول لك الوسائل تاخد حكم المقاصد. فهمت بقى؟ شفت الفقهاء ازاي اصلوا الامور؟ كل ده جاء منين؟ من اوامر الشرع الشريف، فجرت فيهم الايه العلوم دي كلها. فهنا بيقول لك ايه؟ فلا يلزم المسلم تفريع على مفهوم قوله من المسلمين، وقول كفار صفة للثلاثة قبله. قول وإذا وجبت الفطرة على الشخص أي عن نفسه أو غيره ممن تلزم نفقته، وقول فيخرج أي عن كل واحد ممن يجب الإخراج عنه ويجب عليه عند يساره ببعض الصيعان دون بعض تقديم. افرض ان انا ميسر ليا، انا مسؤول عن نفسي، بنفق على نفسي وعلى امي وعلى اختي المطلقة مثلا او غير المزوجة، وعلى زوجتي وعلى ابنائي، شوف انا واجب علي انفق على ايه بقى، وعلى ابناء عمومتي اللي متربيين عندي لان اعمامي ماتوا وسايبين العيال صغيرين انا اللي بربيهم، وابناء اخواتي انا اللي بربيهم علشان هم مسافرين بره او غير مستطيعين وهم في كنفي، شوف واجب علي انا انفق على جيشهم. طب بس انا ما اقدرش اطلع صيعان على كل دول. فهمتني ازاي؟ يبقى ابتدي بمين الاول؟ ابتدي بنفسي. طب وبعد نفسي مين؟ امي ولا زوجتي ولا ابنائي؟ طب والذكور ولا الاناث ولا ابناء اخواتي ولا اختي قبل زوجتي؟ فهمت بقى؟ ده مساله تانية بقى، عايز انقلك لمساله تانية، ترتيب ايه؟ ترتيب وجوب اخراج، الترتيب ايه وجوب الاخراج باي ترتيب؟ لو انا مش مستطيع ان اخرج عن كل الروس، طب ارتبهم ازاي؟ فهمتني ازاي؟ بحيث ابتدي بالاولى، فالاولى هيخش لك في المساله هنا. يبقى هنا بيقول لك هنا كل ده ممكن يروح البني ادم يروح يسال الشيخ في وقفه واحده يمتحنه في كل ده. يقول له انا بنفق على 20 واحد من عيلتنا، وانا معيش يطلع يا عم الشيخ الا عن خمسه بس، يبقى طلع عن مين؟ يقوم يقول له تطلع عن كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، والباقي خلاص. يروح الشيخ مرتبهم له على طول. فهم؟ ادي المساله. واذا وجبت الفطره على الشخص اي عن نفسه او غيره ممن تلزم نفقته، وقوله فيخرج اي عن كل واحد ممن يجب الاخراج عنه ويجب عليه عند يساره ببعض الصيعان دون بعض تقديم نفسه اولا، بعدها زوجته فخادمتها، فخادمها بالنفقه ان كان، يعني ان كان ليها خادم بالنفقه يبقى برضه يطلع يبقى نفسه فزوجته فخادمها بالنفق. كل دول قبل ولاده. شوف قد ايه؟ بعد كده فولده الصغير. خلص ولادي الصغيرين اللي هم لم يبلغوا الرشد يعني. فأبيه. أبيه قبل أمه في زكاة الفطرة، وأمه في النفقة قبل أبيه في وجوب النفقة. يا خبر أبيض. خد بالك. في وجوب النفقة الأم قبل الأب، في وجوب النفقة
وفي وجوب الفطرة الأب قبل الأم. واضح؟ فخد بالك من الحاجات دي لأن دي حاجات مهمة. فأبيه فأمه، خلص دول ولسه معاه يقدر يطلع. فولده الكبير المحتاج، واخد بالك؟ بعد خلص دول فرقيقه، بالترتيب كده. وقيل بتقديم رقيقه على ولده الصغير، دي فيها خلاف. قيل دي صيغة تمريض يعني مضعفها، قيل صيغة تمريض يعني القول ده ضعيف. وإنما قدم الأب على الأم هنا عكس ما في النفقات. عايز يقول لك ليه احنا قدمنا الأب في زكاة الفطرة على الأم عكس ما في النفقة الأم مقدمة على الأب؟ ليه؟ لأن النفقات للحاجة والأم أحوج. النفقة مصدرها الحاجة، والحاجة متكررة طول السنة، لكن زكاة الفطرة دي مرة في السنة. لكن الحاجة النفقة طول السنة شغال وكل يوم أكثر من مرة. فالأم مقدمة إيه؟ للحاجة، والأم أحوج. ليه؟ لضعفها عن الأب عن الكسب، لأن غالبا الرجل عنده قدرة على الكسب، الأم تمليه أضعف. والفطرة للشرف مش للحاجة، فطرة للشرف. والأب أشرف لأنه منسوب إليه. ما هو لو أبوك راح شحت يعيبك لأن أنت منسوب ليه. فلما تطلع زكاة الفطرة عنه يبقى أنت هتكفيه، هتديله عزوة كده وتتشرف بيه قدام الناس. فهمت؟ ويشرف بشرفه. فإن استوى جماعة في درجة كزوجات، ده ملوش زوجة واحدة، ده متجوز أربعة، يعني درجة واحدة وزوجات وبنين، تخير فيخرج عمن شاء منهم. عنده زوجات فدرجتهم واحدة في النفقة، وبنين كلهم صغيرين محتاجين، بنين من الزوجة دي وبنين من الزوجة دي وبنين من الزوجة دي، وهو ما يقدرش يخرج إلا على عدد بسيط، يبقى يتخير لأنه كلهم في مرتبة واحدة. ففي الحالة دي يتخير بقى، خدت بالك؟ قوله صاعا هو أربع حفنات، أربع أمدد، الصاع أربع أمدد. أربع أمدد يعني إيه؟ يعني لما تاخد كده كبشة بإيدك المعتدلة، مش واحد إيده قد محمد علي كلاي، إيد معتدلة كده، ياخد كده وياخد أربع مد، اسمها مد، الحفنة دي اسمها مد، كويس؟ الصاع أربع حفن، سهلة؟ يبقى ده الصاع، هو أربع حفنات بكفي رجل معتدل، معتدلهما، معتدلهما يعني معتدل الكف. لا كف صغير ولا كف كبير أو يعني معتدل الخلق. وهو بالكيل المصري قدحان، بالكيل المصري بيعتبروه قدحين، يعرفوا القدحين دول الجماعة في الأرياف. وينبغي أن يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك، لكن هذا بحسب الزمن القديم. كان زمان بيبقى إيه الحاجات دي مش متنقية، فلو تاخدها كده بيدخل فيها شوائب مش منها، فيقول لك زود شويه في الاخر علشان تعمل حساب الشوائب الموجوده فيه. واما الان فيقوم مقام ذلك كبر الكيل. طلع ان الكيل المصري كبر عن زمان ايام الشيخ البيجوري، فقال لك دلوقتي مش محتاج تزود، خلاص هي قدحان وخلاص، لان القدح دلوقتي اكبر شويه من القدح بتاع زمان، فلما تاخد قدحين مش محتاج تزود عشان تعمل حساب الشوائب. ده رأي. وأما الآن فيقوم مقام ذلك كبر الكيل. ومن ثم كان قاضي القضاء عماد الدين السكري رحمه الله يقول، إذا كان معاصر للشيخ يعني، كان يقول حين يخطب بمصر خطبة عيد الفطر: والصاع قدحان بكيل بلدكم هذه سالم من الطين والعيب والغلف. وقد ذكر القفال الشاشي في محاسن الشريعة معنى لطيفا في ايجاب الصاع، بيحاول يقول لك ايه الحكمه يعني يجب صاع يعني. فالشيخ القفال الشاشي قال لك والله انا لقيت حكمه حلوه، فقالها لهم الحكمه دي، هو فهمها يعني، لان الشرع قال لك طلع صاع، ما قالكش اشمعنى صاع يعني، طب ليه ما قالكش نص صاع؟ طب ليه ما قالش ثلاث ارباع؟ طب ليه ما قالش صاعين؟ اكيد في حكمه، الشرع ما قالها لناش، قال لنا بس القدر طلع صاع. طب ايه الحكمه بقى؟ فالشيخ القفال الشاشي بيقول انا وجدت حكمه حلوه لطيفه. ايه هي بقى؟ معنى لطيفا في ايجاب الصاع، وهو ان الناس تمتنع غالبا من الكسب في العيد وثلاثه ايام بعده. يعني كانهم بيمتنعوا
العيد وثلاث ايام بعده راحه، فما فيش شغل، فقاعد ولا يجد الفقير من يستعمله فيها. اذا كان في اعمال الفقير بيشتغل عند الاغنياء والاغنياء مستريحين واخدين راحه اربع ايام، يبقى مش لاقي حد يشغله. فهمتني ازاي في الاربع ايام دي؟ لانها ايام سرور وراحه عقب الصوم، والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزا 8 أرطال من الخبز، فانه 5 أرطال وثلث كما سياتي، ويضاف اليه نحو الثلث من الماء، فيكفي المجموع الفقير في الاربعه ايام كل يوم رطلان. وفي هذه الحكمه نظر. فبيقول لك ده كده كان الصاع ده اللي يكفي الفقير من القوت لمده 4 ايام. كويس؟ ده رايه كده. فقام بيقول لك لا، الحكمه دي فيها نظر. الشيخ الباجوري يقول لك الحكمه دي اللي قالها الشيخ القفالي الشاشي فيها نظر، مش مسلمه. ليه؟ لان الصاع لا يختص به شخص واحد، بل يجب دفعه للاصناف الثمانيه. ده انا ممكن الصاع بتاعي اروح مقسمه على كذا واحد، ادي لده ربع صاع وده ربع صاع وده ربع صاع. فهمت ازاي؟ دي اول حاجة. اللهم الا ان يقال انه نظر لقول من يجوز دفعها لواحد، من يجوز دفعها لواحد. لكن لو ايه، لو نظر لقول من قال ان الصاع يدفع لواحد، يبقى كلامه يمشي. السبب الثاني اللي فيه نظر، ولان ما ذكره من كونه يضاف اليه نحو الثلث من الماء لا يظهر في نحو التمر واللبن. اللهم الا ان يجاب بان ذلك بالنظر للغالب. واضح؟ لان ممكن تطلع تمر والتمر ما يضيفش عليه ميه، مش كده برضه؟ وممكن تطلع لبن واللبن ما بيضافش عليه ميه، وهكذا. قوله من قوت بلده، اي بلد المخرج، ان اخرج عن نفسه، فان اخرج عن غيره. فان كان المخرج عنه في بلد المخرج فالامر ظاهر. سهل الحكايه دي. يبقى انا بخرج عن نفسي، يبقى اخرج من قوت البلد اللي انا مقيم فيها. طب بخرج عن غيري، ان كان غيري ده مقيم في نفس البلد دي، يبقى بخرج بنفس قوت البلد. كويس؟ وان كان في بلد اخرى، طب انا بخرج عن اخي المقيم في اوغندا بتوع الموز دول، وانا بخرج عنه هنا في القاهره، يبقى اعتبر قوت البلد المقيم فيها هو، ولا قوت البلد اللي هخرج انا فينها؟ شوف بقى هو عايز ايه رب فيك، ازاي تفكر. فاهم؟ عايز يعمل لك مشاكل ويحلها لك. كل سطر يعمل لك مشاكل ويحلها لك. ليه؟ عشان تبقى انت حلال العقد. بعد كده تتخرج من الازهر حلال العقد. تبقى علامه، فهمت؟ هم عايزين كده يربوا فيك الملكه دي. فعايز يقول لك ايه؟ وان كان في بلد اخرى فالمعتبر بلد المخرج عنه بناء على الاصح. يبقى المعتبر بلد ايه؟ المخرج عنه. لو انا بخرج عنه وهو مقيم في بلاد السعوديه اللي هي جزيره العرب، فعندهم القوت بتاعهم تمر، مع اننا احنا في القاهره هنا القوت بتاعنا مش تمر. فاهم؟ يبقى انا اخرج بقى تمر، لان انا بخرج عنه اللي هو مقيم في السعوديه، فالعبره بالبلد المقيم فيها. فيقول لك بناء على الاصح من ان الفطره تجب اولا على المخرج عنه، ثم يتحملها عنه المخرج، هذا ان عرف محله. يبقى انا هروح مطلع تمر عن اخي اللي هو موكلني اخرج عن زكاة الفطرة عنه في مصر، وهو قاعد في السعودية، اروح مطلع انا تمر عنه هنا، لان القوت بتاع البلد اللي قاعد فيها بيكسب منها تمر. فهمتني ازاي؟ على الاصح. يعني دليل ان في مقابل للاصح وجه تاني، بيقول لك العبرة بقوت الفقير في البلد اللي هتخرجها فيه. انا ميل للرأي الاضعف ده اللي هو مقابل للاصح. فهمت ازاي؟ يعني لو خرجها بقوت البلد بالعبره بقوت الفقير اللي هياخدها، تبقى سهله احلى، بالذات في الزمن بتاعنا ده. وده وجه برضو عندنا. فان لم يعرف، هذا ان عرف محله. يعني انا عارف انا اخويا ده مقيم، او اللي بخرج عنه الزكاه الفطره دي مقيم في البلد الفلاني. طب افرض انا مش عارف محله، يعني هو سافر وانقطعت اخباره، ولكن سايب لي امواله هنا بخرج عنه وموصيني قبل ما يسافر، خد بالك من الحاجات دي، ولما يجي ايه رمضان بخرج، ولما يجي العيد بأذبح بالنيابه عني اضحيه وموصيني. وبعدين انقطعت اخباره، مش عارف انا في بلد هو. فهمتني ازاي؟ لقيام حروب مثلا او شيء من هذا، بتحصل حاجات زي دي. يبقى يعمل ايه؟ فان لم يعرف كعبد ابق،
عنده عبد وهربان منه، ما يعرفش الواد ده قاعد في انهي حته، لابد في انهي بلد، ما يعرفش، وانا يجب ان انا اخرج النفقه زكاه الفطره عنه. يبقى كعبد ابك، فيحتمل كما قاله جماعه استثناء هذه من اعتبار قوت البلد المخرج عنه، فيعتبر فيها قوت بلد المخرج، ويحتمل ان يقال يخرجها من قوت اخر محل عهد وصوله اليه. يبقى في الحالات اللي انا مش عارف محله يحتمل ايه احوال بقى، ان انا اخرجها من قوت البلد اللي المخرج قاعد فيها، او من قوت اخر بلد كنت عارف مقيم فيها هو اهو، فهمتني ازاي؟ ولا يدفعها لفقراء بلده، بل يدفعها للحاكم. وفي الحاله دي بقى لما يكون بيخرج حاجه من قوت غير قوت البلد دي، يديها للحاكم، عشان الحاكم هو الوحيد اللي ليه نقل الزكاه من مكان لمكان، الحاكم بس. لكن انا ماليش كبني ادم لوحدي كده، يبقى حاجه دي يسموها ايه؟ فقه امه، فقه الامه غير فقه الافراد. فقه الافراد الفرد يقدر يعمل حاجات معينه، لكن ما يقدرش يعمل حاجات معينه يقدر يعملها الحاكم بقى. الفرد لو بيخرج زكاه ماله يخرجها لفقراء الحي بتاعه، البلد بتاعته، خد بالك. طب انا عايز انقلها لبلد تانية، يبقى طلع بقى الزكاه اديها للحاكم، لان هو الوحيد اللي ليه يخرجها لبلد اخر، فهمت بقى؟ بل يدفعها للحاكم لانه له نقل الزكاه، ويجزي القوت الاعلى عن القوت الادنى. افرض ايه البلد دي فيها قوتين، قوت غالي شويه وقوت رخيص، لو طلعت الغالي طبعا من باب اولى يجزى عن الرخيص، يبقى يجزي الاعلى عن الادنى، فهمت؟ لانه زاد خيرا ولا عكس، ولا يجزي الادنى عن الاعلى. لما يبقى فيها قوت غالي وقوت رخيص يبقى اطلع وسط، فهم؟ لكن ما طلعش الادنى، لان الادنى لا يجزي عن الاعلى، واضح؟ لان ربنا سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمروا فيه، يعني لازم تنفق من طيبات ايه النفقه. ولا عكس لنقصه عن الحق والاعتبار في الاعلى والادنى بزياده الاقتيات ونقصه. الاعلى يعني ده يشبع، قوت يشبع وينبسط بيه كده، ولا القوت ده بيتصبر لحد ما يلاقي حاجه تشبعه؟ فهمت؟ يعني المصريين يقول لك دي تصبيره لحد ما الاكل يخلص، يعني ما يعتبرش الايه الحاجه دي تشبع، خدها تصبيره وان كانت قوت برضه، لكن يعتبروها تصبيره. يعني اما تدي له شويه تمر ولسه الاكل على النار، يقول لك طيب يلا ناكل التمر كده شويه، تمر ولا لا الامر على ما الاكل يخلص، يبقى دليل انه بيعتبرها تصبيره، يعني فهمتني ازاي؟ فعلشان كده بيقول لك ايه العبره بزياده الاقتيات ونقص، لان المقصود لا بزياده القيمه ونقصها، فالاعلى البر اللي هو القمح، لانه قوت محترم يشبع وكل الناس تحبه، اللي هو القمح يعني كل الناس تحبه ويشبع، وطالما عندك خبز من دي قمح في البيت تبقى مبسوط كويس، يبقى البر اعلى حاجه. جوه القمح انواع، يوم نشوف برضه النوع الغالب عند الناس بيستعملوه في الخبز ايه ويطلع من الغالب. ثم السلت اللي هو الايه القمح اللي هو ايه يعني يكون ايه اقل نقاء من ايه، برضه نوع من انواع القمح بس يعني اقل من البر شويه. ثم الشعير، لان خبز الشعير كان النبي كان خبزه من الشعير، كانش لم يرى خبز القمح قط النبي صلى الله عليه وسلم، لان الصحابه ما شافوهوش الا لما فتحوا الشام، لكن ايام النبي كان ياكل خبز الشعير صلى الله عليه وسلم. خلصنا الشعير، يجي بعدها الذره، دي الذره يعني الخبز المعمول ايه بالذره، تدي ذره يطحنها يعمل دي ذره، يعمل منها ايه بسيسه، مش كده برضه المصريين يعملوا بسيسه؟ طيب المصريين دول يعني اكيله مش اي كلام، بيحبوا الاكل، وبعدين ايه ذوقهم عالي في الاكل، فعلشان كده ذوق العربي العالي ده مهم في التحليل والتحريم فيما لا نص فيه، مهمه الحكايه دي، لان يقول لك من ضمن اسباب تحريم الحاجات ايه الاستقذار، اذا استقذرها
معتدل المزاج في الاكل والشرب. يبقى من اسباب التحريم الشيء الاستقذار. تيجي تقول له مثلا ينفع تاكل الكنغر اللي موجود في استراليا ده؟ ما هو حيوان عشبي ومش مفترس، مش كده برضه؟ وبعدين كبير كده ومليان لحم، حلو، وبعدين جسمه يشبه جسم الغزاله الا ان وشه يشبه وش الفار، الا ان رجليه الاماميه قصيره وبيمشي على اقدامه الخلفيه، شكله كده مختلط، يعني في شبه من حاجات حلال وشبه من حاجات حرام، في حاجه تحير. تعمل ايه ده؟ بعد ما فتحوا استراليا لقوا الكنغر كان جاره. المسلمين يعملوا ايه اللي عايشين في استراليا؟ ينفع ناكله ولا ما ينفعوش؟ يقوم يقول لك ايه؟ نعرضه على العربي معتدل المزاج، اذا استقذره يحرم واذا لم يستقذره يحل. شوف بقى، يبقى الاستقذار والاستقتاع ده مهم كمعيار عند الفقيه يحلل بيه ويحرم فيما لا نص فيه. فمهمة الحكاية دي، عشان كده بقول لك ذوق المصريين في الأكل عالي، يعني مهم. تعرض الكنغر ده على المصريين، إيه رأيكم يا جماعة مصريين كده، ناكله ولا ما ناكلوش؟ المصريين يقول لك يع، يروح الفقيه يقول لك إيه ده؟ يحرم لاستقذاره. شفت قد إيه؟ زي الفيل يحرم الاستقذار، العربي يستقذر الفيل مع إنه عشبي، هو صايل نياب بس نبلة يفترس به، ده نب يدافع عن نفسه لكن لا يفترس به، فهمتني ازاي؟ فالفيل يحرم مش لكونه مفترس، لان هو مش مفترس، لاستقذاره. يبقى مهمه ايه؟ الذوق بتاعه. زي الضفدع، ايه سبب تحريم الضفدع؟ ما هي بر مائي مش كده، والميته ميته البحر حلال، فاختلط بيها حته حلال على حته. لكن شوف العرب والمصريين كمان بالذات يقول لك يا يع، دي عامله زي البرابير، يع دي خلتنا نقول الضفدع حرام مستقذره. يبقى شوربه الضفادع بتاعه باريس اللي بياكلها انيس منصور لما يروح باريس دي يقول لك انها مفيده، حرام عند المصريين، فهمت؟ لاستقذارها، فهمت بقى ازاي؟ يبقى مهم المعيار ده، معيار بيهتم بيه الفقيه. ايوه، ما هو تحرم شرعا، ما هو التحريم ده شرعي، ما هو ازاي الفقيه يجتهد ويطلع الحكم في مساله لم ينص الشارع عليها؟ يجي بقى الفقيه عنده قواعد في ذهنه، بناء على هذه القواعد يبتدي يقيس ويبتدي يطلع الحكم. قد يجتهد ويخطئ وقد يجتهد ويصيب. يعني قد ياتي فقيه اخر يقول لك ايه اللي بحرمها؟ ما في طوائف كثيره بتاكلها، ايه المشكله؟ طب ما الضب كان مستقذرا في عصر النبي وحله مثلا. يجي بقى فوق تاني يناقشه، ودي بقى محل نقاش، محل خلاف في الفروع، فهمتني بقى المساله؟ فعلشان كده الفروع دي تلاقيها محل خلاف. واحد يجي يقول لك لا الكنغر، طب ليه بتحرموه؟ ايه اللي يع ده؟ ده انتوا بس يا مصريين بتقولوا يع. طب هات لنا هنا عندنا في استراليا الناس تحبه حب، تاكلوا اكل اخر جمال، بيعملوه بالملوخيه طعمه جميل، فهمتني ازاي؟ يجي لك بقى يناقش وهكذا. فتجد تملي ايه في مجال للمناقشه، علشان ربنا سبحانه وتعالى يتعبد العبد بانه يبتدي يبقى حريص على استشفاف حكم الله وعلى انه يكون طائع لربه. هذا الحرص ده في حد ذاته عباده، ان انا اقعد افكر ان انا اكل الاكل حلال وانه يكون يرضي ربنا وانه دي في حد ذاتها عباده، وان ابتدي استعمل الادوات واجتهد وادرس واعمل، وكل دي عبادات. عشان كده حتى لو اخطا لي اجر، لانه تعبد عبادات كثيره على ما قال الرأي ده، فهمت؟ فعلشان كده قال لك ايه؟ ثم الشعير، ثم الذرة، ثم الرز. الرز يجي بعد الذرة. يبقى البر السلت، البر فالسلت اللي هو نوع بين الشعير وبين القمح كده، حاجة كده موجود في الشام. السلت، ثم الشعير، ثم الذرة، ثم الرز، ثم الحمص، ثم الماش، ثم العدس، ثم الفول، ثم التمر، ثم الزبيب، ثم الأقط اللي هو اللبن المجفف، ثم اللبن، ثم الجبن غير منزوع الزبد، ثم أجزاء كل من هذه لمن هو قوته. ممكن يطلع أجزاء من كل، لو كان قوتهم بياخدوا شوية قمح على شوية ذرة على شوية، بيخلطوه ويعملوا دقيق ويعملوا منه الخبز.
واخد بالك؟ زي الوقت ما بيقول لك برضه عايزين يخلطوا ويعملوا الخبز بتاعنا من شويه قمح على شويه ذره على شويه شعير، علشان مشكله القمح قليل للوقت. وان كان الذره دلوقتي بيستعملوها في استخراج الميثين علشان في البرازيل وامريكا الجنوبيه، علشان يمشوا بيها المكن وقل قوت البشر. واخد بالك؟ فاصبحت الوقت الحاجات دي عايزين يمشوا بيها المكن ويجوعوا البشر. لان الحضاره الاوروبيه اصلا حضاره ايه؟ حضاره مال وجمع مال وكنز مال. واخد بالك؟ لكن حضاره المسلمين للانسان قبل البنيان. الانسان مقدم الاول. فحضارتنا احنا وجهه نظرنا مختلفه خالص تماما عن وجهه نظر الاوروبيين في حضارتهم. وقد رمز بعضهم لذلك بقول عملها لك ايه؟ فزوره. وله ان يخرج عن نفسه من القوت الواجب وعمن تلزمه نفقته او من تبرع عنه باذنه اعلى منه. يعني ممكن بقى القوت الواجب ممكن اطلع انا الاعلى منه. واضح؟ او بالعكس. ولا يبعد الصاع عن شخص واحد من جنسين. وما ينفعش ايه الصاع اللي طلعه اطلعه اجزاء من القوت ده واجزاء من القوت ده ابعاد اذا استوت الايه الاقوات عن شخص واحد. واخد بالك؟ وإن كان أحد الجنسين أعلى من الواجب بخلافه عن شخصين، كأن ملك شخص نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين مختلفين في القوت، فإنه يخرج صاعا عنهما من جنسي قوت بلديهما، وبخلاف تبعيده من نوعين فإنه يجوز، ولو كانوا يقتاتون البر المخلوط بالشعير فلا يجزئ أن يخرج صاعا منه، لما مر أنه لا يبعض الصاع عن واحد من جنسين، بل إن كان الخليطان على حد سواء تخير بينهما. واضح؟ فإما أن يخرج صاعا من خالص البر أو من خالص الشعير، وإن كان أحدهما أكثر في القيمة وجب منه، فإن لم يجد إلا نصفا من ذا ونصفا من ذا فوجهان أوجههما أنه يخرج النصف من الواجب الذي هو الأكثر ويبقى النصف الباقي في ذمته إلى أن يجده. كل دي تفريعات على أي حال. وقبل للمناقشة على فكرة، ممكن يجي فقيه يقول لك كلام غير كده خالص. كل الحاجات دي قبل للمناقشة. فهم؟ قوله فإن كان في البلد أقوات مقابل لمحذوف، والتقدير هذا إن كان في البلد قوت واحد، فإن كان في البلد أقوات مختلفة إلى آخره. وقوله غلب بعضها أي بأن كان يتعاطاه غالب أهل البلد في غالب السنة، فالمعتبر في غالب قوت البلد غالب قوت السنة لغالب قوت وقت الإخراج، خلافا للغزالي في وصيته. الغزالي قال لك لو العبرة بقوت وقت الإخراج مش بغالب قوت السنة، ده الغزالي في الوصيه. لكن قال لك هنا الشيخ الباجوري احنا بنخالف سيدنا الإمام الغزالي وهو من أصحاب الوجوه في المذهب، العبرة بغالب قوت البلد مش بغالب وقت الإخراج. خدت بالك؟ يبقى دي محل خلاف بين العلماء، ما تقدرش. فإن لم يغلب بعضها بأن كان في البلد أقوات ولا غالب، افرض الأقوات كلها مستوية في البلد كقوت واحد من حيث الاكل، زي المصريين دلوقتي عندك الرز والقمح متساويين في البيوت، يحبوا يخزنوهم الرز والقمح، خلاص بقى يبقى استوي تخير بينها. والافضل اعلاها لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قول ولو كان الشخص في باديه اي او بلد، وقول لا قوت فيها اي او كان فيها قوت لا يجزئ في الفطره كاللحم والسمن والكشك والمخيض اللي هو اللبن المخضوض يعني، والمملح من الأقط الذي أفسده الملح بخلاف الذي لم يفسده الملح فيجزئ، لكن لا يحسب الملح، لا يحسب الملح، فيخرج قدرا يكون خالص الأقط منه صاعا. لو كان مخلوط بحاجة تانية غير الأصل فيشيل الشوائب ويدي بحيث ان يبقى ايه صاع من الخالص. فهمت؟ وقوله أخرج من قوت أقرب البلاد، لو كان في بادية ملهاش قوت يبقى يشوف اقرب بلد ليه قوتها ايه. فان كان بقربه محلان متساويان، افرض هو ايه في بلد قريبه منه من الجهه دي وبلد قريبه منه من الجهه دي والاثنين نفس القرب، ودي ليها قوت ودي ليها قوت. شفت كل دي تفريعات عايز يعلمك. فان كان بقربه محلان متساويان قربا اليه تخير بينهم. واضح؟ قوله لزمه ذلك البعض أي محافظة على الواجب بقدر الإمكان، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني ما استطعش يطلع صاع كامل، لكن يستطيع يطلع نصف صاع يبقى لازمه نصف صاع.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم. لا يبقى خلاص. لا مش في ذمتي. لا لا خلاص، لأن العبرة في وقت الإخراج. قوله وقدره، لكن في ذمتي لو كان ما عندوش سيولة، يعني غني بس إيه أمواله في صورة بضائع، عايز يبيع كذا ويبيع كذا ويبيع كذا، هو غني لكن ما عندوش سيولة، يبقى في الحالة دي في ذمتي. ما هو برضه لو قلنا العبرة الدين ده حال ولا غير حال؟ واخد بالك إزاي؟ ولا وعند راجل بيؤدي ولا عند راجل زي الريان ما بيؤديش؟ وشركات توظيف الأموال التي لا تؤدي، والناس اللي بتستدين الآن لا تؤدي في هذا الزمان. زي كان ليا جوز عمتي رحمه الله، كان راجل كده عنده حكمة وكان تاجر رحمه الله، كان حافظ القرآن رحمه الله، كان لما يجي حد يسلفه يقول له تبوس إيدي، يقول له ليه الذل ده يا حاج؟ يقول له يا ابني لأن لما هاجي أطالبك بيه هبوس رجلك. كان هو عنده حكمة كده في الكلام، كان راجل لطيف كده، ما تقعد معاه راجل كان لطيف يعني. قوله وقدره إلى آخره، والأصل فيه الكيل، وإنما قدر بالوزن استظهارا، لأن هو ده بقى اللي بقى أسهل دلوقتي في الزمن بتاعنا، إيه أصبح الوزن محل الكيل. وقوله خمسة أرطال وثلث، أي لأن الصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث، فإذا جمعت بلغت ما ذكر. قوله وسبق بيانه إلى آخره، وعبارته هنا ورطل بغداد عند النووي 128 درهما وأربعة أسباع درهم، وتقدم أنه عند الرافعي 130 درهما، على حسب اختلاف البلاد، الرافعي قاعد في حتة والتاني قاعد في العراق وده قاعد في مصر، فكل فقيه بيحسب على حسب وزن بلده. فهمتني بقى ازاي؟ واحنا قلنا في مصر بقى من 2.5 كيلو ل 3 كيلو، ده الصاع. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على فصل في قسم الزكاة، على في قسم الزكاة على مستحقيها، يعني ازاي تقسم بقى المخرج من الزكاة على المستحقين، سواء زكاة الفطرة او زكاة المال او زكاة الركاز او زكاة عروض التجارة او زكاة الحيوان او زكاة الثمار، ازاي اقسمها؟ يعني انا خرجتها وفصلتها عن مالي، اديها لمين واقسمها ازاي؟ هو ده موضوع يوم السبت القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.